السلام عليكم. اليوم مع وصفة ديال العجين المورق. إذا المقادير ديالها: درت نص كيلو ديال الطحين، جوج بيضات، معلقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة، نص كاس ديال الزيت، المائدة، شوية ديال المليحة، وغادي نحتاجو تقريبا نص كاس ديال الماء باش نعجنو هاد المقادير. إذا هادو هما المقادير وغادي ندوزو للطريقة. الزبدة ديالنا هي هادي، إذا مكتفهمش الماركة، غالبا كنستعمل الدا او هنا او ايديا، بالنسبه ليا كلهم مزيانين. اذا كنحاول نبسطها على هذا الشكل باش نحطها وسط العجين القاده كتشوفوا العجين. من بعد ما تعجن كتشوفوا كيفاش لين وتعجن مزيان. اذا غادي نخليوه يرتاح واحد ربع ساعه ومن بعد نبداو نورقوه مباشره. هو العجين ديالنا كنصلحو هذا الشكل، كتشوفو كيفاش كيتطلق بسهولة لأن المكونات ديالو متخليش يكون قاصح. حاولو نمددو، كنجيبو الزبدة ديالنا اللي صلحنا وكنهزو نص منو. كنحاولو ما أمكن أن الزبدة متبقاش تبان في مضغة. نخليه يزيد نسرحها شي شوية بهذا الشكل. إذن حاولوا أن الزبدة متبقاش تبان مرة بحال هذا الشكل هكا. هذا كيف كتشوفوا كنبدا ندلك العجين ديالي من بعد ما درت الزبدة وسط منو. في نفس الوقت من بعد ما دلكتو كنعاود نجمعو هكا. هانتوما كيف كتشوفوا العجينة كتبقى هي ما كتخرج لا زبدة لا والو، العجينة مزيانة. إذا وهاوتاني بهاد الطريقة هادي غادي نعاود ندلكها هكا، نعاود ندلكها مزيان ونعاود نطويها، وغادي نعاود هاد العملية تقريبا واحد ربعة ولا خمسة د المرات. هنا كيف كتشوفوا هذا هو المستوى ديال الزبدة كيف فين مددة، وفاش كيجيونا بحال هاد التقطيعات هكا ببساطة كنديرو لهم الطحين وغادي يختفيو. ومن بعد فاش كنكملو مكيبقاوش يعاودو يرجعو. هادي المرة الأخيرة تقريبا درت خمسة حتى ستة ديال المرات. إذا هذا تقريبا هذا دابا هو العجين المورق ديالنا. غادي نوريكم كيفاش جاي من الداخل. إذا هذا هو الشكل ديالو من الداخل كيفاش كيجي مورق، وان شاء الله غنخدمو به وغادي تشوفوا الشكل ديال المعجنات ديالو كيف كيجي. هادو هما لي فولوفون لي صايبس بالعجين المورقة لي صايبس لي صايب دابا، شوف كيفاش منفوخين ومورقين. اذا هادو هما